بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تحليل رواية غسان كنفاني من إن غسان، وهنا صورة الرواية من إن غسان. طبعا هي كتبت باللغة العربية ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية. Men in the Sun is divided into several parts, each with a title. وكل جزء له عنوان. The first three titles are the names of three main characters. وأول ثلاث أجزاء سميت بأسماء الشخصيات الرئيسية الثلاثة: أبو قيس الرجل الكبير أو العجوز، أسعد the young man الشاب، and مروان طبعا وهو الذي كان أصغر سنا. The remainder are self-explanatory. The deal, the road, sun, shade, and the grave. والفصول الباقية هي فصول توضيحية، واللي كانت أسمائها the deal, the road, sun, shade and the grave. والنهاية هو طبعا القبر، إذا صنفت هذه وسميت الصفقة the deal، the road الطريق، sun الشمس، shade الظل، and the grave النهاية والقبر. The men are three Palestinians who decide to attempt the uncertain and difficult journey to Kuwait. هؤلاء الرجال هم ثلاثة فلسطينيون قرروا أن يحاولوا السفر في رحلة صعبة وغير مأمونة المصير والجوانب to Kuwait، إلى الكويت. Where they hope to improve their lives. وهناك يعني كانوا يأملوا أن تتغير وتتحسن حياتهم كلاجئين فلسطينيين طردوا من بلادهم في عام 1948 وتوزعوا على الدول العربية، سوريا والأردن ولبنان، ومنهم ذهب إلى الخليج لكي يعمل. وهذا وضحناه في الجزء الأول والثاني من محاضرة غسان كنفاني والنكبة. In fact, hope to find paradise. وصور لهم الخليج مع اكتشاف البترول ومع وصول العمالة المهاجرة من جميع دول العالم إلى الخليج بأنه الجنة المنتظرة، وأنه سوف ينتظرهم الكثير من العمل والكثير من الأموال التي يمكن أن تحسن حياتهم. This is also evidenced by the fact that Assad, Marwan, and Abu Qais all want to leave Basra. وهذا تم تأكيده من خلال الحقيقة بأن أسعد ومروان وأبو قيس كلهم أرادوا أن يغادروا البصرة، والبصرة هي منطقة في جنوب العراق. أبو خريزان smuggled the men. وأبو الخزيران وهو الذي يهرب الرجال. Leading to their displacement. هرب الرجال وهو السبب في هجرتهم. The fact that this is illegal. وهذا غير شرعي. يعني عمليات التهريب كانت تنتشر بسبب رغبة الناس في الحصول على فرصة عمل، مثل اليوم ما زالت عمليات التهريب عن طريق البحر مستمرة، وبنسمع كثير من القصص المأساوية، ناس بتهرب من غزة ومن سوريا ومن مصر ومن ليبيا ومن السودان ومن جميع الدول التي فيها حروب وفيها مشاكل، يذهبوا إلى أوروبا ويموتوا في البحر، وأن قصص كثيرة مأساوية مؤلمة. وهناك طبعا مهربون يعملون في هذه المهنة ويستغلون حاجات الناس ومآسي الناس.
The fact that this is illegal, هذا غير شرعي, is proven by the custom station. ومعرفة الدول بالتهريب جعلتهم يشيدون أماكن للجمارك وأماكن للتفتيش على طول الطريق. By the custom station that are set up along the road, والذي تم تشييدها وبنائها على طول الطريق. رواية رجال في الشمس, غسان كنفاني من انزرسان, emphasizes the role of literature in the struggle of Palestine. تركز على دور الأدب في النضال من أجل فلسطين. And its importance, وأهمية الأدب, in assisting to awaken nationalist feelings among the Palestinian people. وأهميته في مساعدة ودوره في المساعدة في إيقاظ المشاعر الوطنية بين الشعب الفلسطيني. من in the sun, غسان كنفاني من in the sun, emphasizes the role of literature, تركز على دور الأدب, in the struggle of Palestine, النضال من أجل فلسطين, and its importance, وأهميتها, in assisting to awaken nationalist feeling among the Palestinian people, ودورها في إيقاظ المشاعر الوطنية بين الشعب الفلسطيني. Men in the Sun themes, ما هي الأفكار التي تعالجها الرواية رجال في الشمس؟ Men in the Sun. أول فكرة, resistance of the external and internal and external complexities of the Nakba, محاولة رفض التعقيدات الداخلية والخارجية والتي هي كانت من إفرازات النكبة عام 1948. Two, the disastrous impact of the Nakba on the Palestinian and their future, والأثر الكارثي للنكبة على الفلسطينيين ومستقبلهم. رقم ثلاثة, search for identity, البحث عن الهوية, من أنا, البحث عن الوجود, البحث عن عملية الصراع من أجل البقاء, status of the Palestinian refugees in the Arab countries, ووضع ومكانة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية بعد النكبة, and their struggle to survive, ونضالاتهم من أجل البقاء. Depiction of the rich daily life of the Palestinian and suffering, وصف الحياة اليومية التعيسة البائسة للفلسطينيين ومعاناتهم سواء في مخيمات اللجوء أو تحت الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. إذن الأفكار الأساسية, the major themes, the major ideas of the novel, resistance of the internal and external complexities of the Nakba, the disastrous impact of the Nakba on the Palestinians and their future, search for identity, البحث عن الهوية, status of the Palestinian refugees in the Arab countries and their struggles to survive, مكانة الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية مثل لبنان وسوريا والعراق والأردن ونضالاتهم من أجل البقاء, and their struggles to survive, depiction of the rich daily life of the Palestinians and their suffering, و وصف وتصوير الحياة اليومية البائسة للشعب الفلسطيني ومعاناتهم بعد الاستيلاء على وطنهم وطردهم من وطنهم إلى بقاع العالم المختلفة. من in the sun,
After we learn about each man's background, بعدما تعرفنا على خلفية كل شخصية في الرواية, we find their lives intersecting. نرى بأن حياتهم متداخلة أو حيواتهم متداخلة أي ظروفهم متداخلة لأن ظروف الشعب الفلسطيني متشابهة. أذي لأنهم ضحايا النكبة. They are ready to be smuggled across the border. كانوا يحضروا من أجل تهريبهم عبر الحدود. Between Kuwait and Iraq. وإحنا قلنا انطلقوا من البصرة وهي منطقة في جنوب العراق باتجاه الكويت. Where they are in exile. طبعا كانوا عايشين في المنفى hidden in an empty tank. وكان الطريق عبارة إنهم يختبئوا في تانك من السيارات الناقلة والشاحنات الناقلة من دولة إلى دولة. This means their escape becomes the instrument of their death. وللأسف هذا يعني أن هروبهم أصبح أداة لموتهم. Due to the desert heat, بسبب حرارة الصحراء القاسية. And an ironic delay at the custom post. وطبعا تأخير أبو الخيزران في محطة من محطات الجمارك. هذا التأخير الذي طبعا أدى إلى وفاتهم في الشاحنة وفي الخزان بسبب درجة الحرارة القاسية والمميتة والقاتلة They die of suffocation. لقد ماتوا اختناقا. In the overheated tank, في هذا الخزان كان يغلي من درجة الحرارة. And the driver threw the corpses into the garbage dump. وقام بإلقاء جثثهم على مكب للنفايات. Where he hopes, حيث كان يأمل, they will be discovered in the morning and buried properly. وهو كان يأمل أنه سوف يتم اكتشافهم في الصباح وسوف يدفنوا بطريقة لائقة تليق بهم. هذا هو مصير اللاجئ. هذا هو مصير الفلسطيني الذي طرد من أرضه والذي يحاول أن يبقى ويعيش ويوفر لقمة العيش لأهله ولأولاده ويحافظ على مستقبلهم. They die of suffocation in the overheated tank and the driver throws the corpses into a garbage dump. وطبعا السائق ويلقي بالجثث في مكب النفايات. Where he hopes that they will be discovered and in the morning and buried properly. The connection between the Palestinians and the land is brought out early in the story. العلاقة بين الشعب الفلسطيني والأرض تم تصويرها مبكرا في الرواية ومن خلال المقطع والذي نرى فيه إن أبو قيس rested his chest on the damp ground. And the earth began to throb under him with a tired heartbeats which trembled through the grains of sand and penetrated the cells of his body. أبو قيس الرجل العجوز الفلسطيني المتعلق في الأرض حبه للأرض. أبو قيس rested his chest on the damp ground. انبطح على الأرض ولمس الأرض الرطبة بصدره.
and the earth began to throb under him. وشعر بأن الأرض مثل إنسان يستمع إلى دقات قلبه. With tired heart beats, which trembled through the grains of sand and penetrated the thread of his body. وهذه دقات المتعبة المنهكة تسللت من حبات الرمل واخترقت جسده. تخيل الصورة التجسيدية personification عندما عبر وشبه الأرض بجسم إنسان ينبض وله قلب يدق heart beat throb. كل هذه لها كلمات لها علاقة بالقلب. التصاق وثيق بين الإنسان الفلسطيني وأرضه، لأن الإنسان الفلسطيني بدون أرض هو إنسان ضائع وتائه في الحياة، ولن يستقر ولن يهدى نفسيا حتى يعود إلى وطنه. العلاقة غير طبيعية، العلاقة وجودية، العلاقة مسألة حياة أو موت وليس علاقة عابرة. ومن هنا جاء الوصف الدقيق لغسان كنفاني عندما عبر عن التصاق الشعب الفلسطيني بوطنه من خلال أبو قيس. أبو قيس rested his chest on the damp ground and the earth began to throb under him. دقات throb يدق بسرعة. With tired heart beats which trembled through the grains of sand والذي رجفت من خلال حبيبات الرمل and penetrated واخترقت خلايا جسمه. In Kanafani's fiction في الفن القصصي والخيالي سواء من روايات أو من قصص قصيرة للكاتب الكبير العظيم غسان كنفاني the sun directly figures pain. دائما الشمس بشكل مباشر تعبر عن وتصور الألم alienation الاغتراب والوحدة and suffering والمعاناة rather than hope, light and renewal وليس الأمل أو الضوء أو التجديد كما يصور في الغالب في التصويرات الأدبية viewed in literary and mythical depiction instead of embodying light and pearls وبدلا أن تجسد الشمس الضوء والتجديد والميلاد the sun figures loss الشمس هنا تعبر عن الفقد والفقدان and death والموت in Kanafani's fictional world في العالم الروائي والقصصي لغسان كنفاني men in the sun وهنا الصن هي رمز للموت in men in the sun as a dominant symbol وكانت الشمس هي الرمز المسيطر functions as a abstract metaphorical language by making up the brutal realities of exile ومن خلال التصوير الاستعاري واللغة الاستعارية التي استخدمها استخدم اللغة الاستعارية by making the brutal realities of exile and suffering more concrete, more intermediate, and more perceptible for the reader. سوف تلاحظ من خلال قراءتك النص لرواية غسان كنفاني استخدامه الغزير للصور البلاغية metaphor, simile, synecdoche, personification فضروري جدا انك تحضر محاضرة figures of speech عشان تتعرف عليهم وكيف استخدمهم بجدارة غسان كنفاني في هذه الرواية
functions as an abstract metaphorical language by making the brutal realities من خلال تصوير للقارئ الحقائق القاسية للمنفى and suffering والمعاناة more concrete, more immediate and more perceptible for the reader. الحقائق القاسية للمنفى والمعاناة صورها وقدمها للقارئ بشكل سريع وبشكل واقعي وبشكل واضح وبشكل مفهوم وبشكل ملموس. By making the brutal reality of exile and suffering more concrete, more immediate and more perceptible for the reader. Thus it is a pessimistic symbol for كنفاني. وكان هذا رمز التشاؤم في أعمال كنفاني. Used to create, وهذا الرمز التشاؤمي استخدم من قبل غسان كنفاني لخلق صور واقعية, to create realistic portraits of Palestinian life, للحياة الفلسطينية, rather than an optimistic one, وليس كنظرة تفاؤلية كما يصور في العادة, as traditionally viewed, والذي بالعادة يتم تصويره. In Kanafani's fiction, the sun directly figures pain, alienation, suffering, rather than hope, light, renewal as the commonly viewed in literary and mythical depictions. Instead of embodying light and pairs, the sun figures loss and death in Kanafani fictional world. Men in the sun as a dominant symbol functions as abstract metaphorical language by making the brutal realities of exile and suffering more concrete, more immediate, and more perceptible for the reader. Thus, it is the pessimistic symbol for Kanafani used to create realistic portraits of Palestinian life rather than an optimistic one as the traditional view. إذن صورة الشمس رمز تشاؤمي لكي يخلق صور واقعية عن معاناة الفلسطينيين وعن حياتهم البائسة بعد ضياع أراضيهم وعيشهم في المنافي وصراعهم من أجل البقاء ومعاناتهم من أجل خلق مستقبل أفضل لهم ولأولادهم. Men in the Sun is saturated with symbolism. رواية غسان كنفاني رجال في الشمس مشبعة بالرمزية and inventive literary devices والأدوات الأدبية. Flashback وهو العودة إلى الماضي والتذكر والاستذكار. تيار الشعور irony السخرية and repetition والتكرار. The journey that the three protagonists undertake is representative of the search for identity. هذه الرحلة التي يقوم بها الشخصيات الثلاث هي معبرة عن الرحلة البحث عن الهوية. And the theme of escape وفكرة الهروب which are prominent motives والتي هي دوافع بارزة in the Palestinian narrative في الرواية الفلسطينية. Displacement, التهجير is a recurring theme, هي فكرة متكررة في أعماله وقصصه throughout all the stories. In Men in the Sun, the largest example of this is the fact that smuggling is a profitable business. والرواية تسلط الضوء على موضوع آخر. مصائب قوم عند قوم فوائد.
من إفرازات الحروب ومن إفرازات النكبة ومن إفرازات مشكلة اللاجئين استغلال حاجة الناس، ومن هنا بدأ التهريب وأصبح تجارة رابحة بغض النظر عن ما يلقى الإنسان من عواقب أو موت أو معاناة أو كل الأشياء السلبية، مش مهمة بالنسبة للمهربين، لكن المهم هو كسب المال. فهيك لاحظنا عندما أبو الخير الزان اكتشف أنهم توفوا وماتوا اختناقا، قام بإلقاء جثثهم على مكب النفايات. لا يهم، المهم أنه قبض الثمن وقبض المال. إذن هو يسلط الضوء على تجارة التهريب الرابحة والتي كانت نتيجة مباشرة لمعاناة الناس والنكبة. The fat proprietor demonstrated the willingness of many to spend extravagant amounts of money to be smuggled to Kuwait. الحاجة، الإنسان أرعن عند حاجته. ماذا يقول؟ ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول: الكثير من الناس يرغبون في دفع المبالغ الضخمة من أجل تهريبهم إلى الكويت. Assad has previously been smuggled from one place to another though unsuccessfully. Assad طبعا أكثر من مرة يتم تهريبه إلى المكان إلى آخر ولكن بدون نجاح وبدون جدوى. The fat proprietor demonstrates، هذا الإنسان واللي بيشتغل في التهريب بيقول لك بيجونا كتير بتفعلنا مصاري كتير بتنهربهم على الكويت من أجل خلق مستقبل أفضل لهم. The sun، الشمس، is a naturalistic emblem standing for the harsh realities encountered by Palestinian refugees. الشمس وهو شعار طبيعي يعبر عن الحقائق القاسية التي واجهها اللاجئين الفلسطينيين. Hence it is employed as a political metaphor، وتم توظيفها كاستعارة، كاستعارة سياسية. Representing، تمثل، the hellish life of exiled Palestinian، تصور وتمثل الحياة الجحيمية الذين يعيشونها الفلسطينيين في المنفى. In this light، بهذا الضوء وعلى بناء على ما ذكر، the metaphorical employment of the motto of the sun serves the protest message of Kanafani's post-colonial literature of resistance. وتوظيف الاستعارات لهذه الدوافع وللشمس عبارة عن رسالة تحدي واحتجاج في أعمال غسان كنفاني، أعمال وأدب، أدب المقاومة والأدب ما بعد الكولونيالي، لأن الأدب الذي كتب بعد انسحاب القوات الاستعمارية البريطانية الفرنسية الإيطالية الهولندية من المستعمرات، الأدب الذي صدر احنا بنسميه أدب ما بعد الاستعمار أو أدب ما بعد الكولونيالية البوست كولونيال لترشر، واللي هو صدر وبلش يكتب من عام 1950 وإلى ما بعد، ويعتبر رواية غسان كنفاني من ضمن الأدب البوست كولونيال لترشر أو أدب المقاومة. It is a part of larger project of employing gritty harsh realism to depict a rich world of agony, loneliness, despair and helplessness. وجزء من هذه الرواية جزء من مشروع كبير لتوظيف الواقعية القاسية harsh realism, gritty harsh realism
الواقعية القاسية المريرة لكي تصف عالم بائس من الألم والوحدة loneliness despair اليأس and helplessness والعجز الذي يعاني منه الفلسطينيين في المنفى. هذه الرواية جزء من مشروع كبير a larger project of employing harsh realism to depict a rich world of agony العالم البائس من الألم agony loneliness الوحدة despair اليأس and helplessness والعجز. كان يتميز أسلوب غسان كنفاني كان يتميز بالواقعية الواقعية القاسية لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني للقارئ وتسليط الضوء على أكبر كارثة إنسانية شعب كامل يتم تهجيره من أرضه وإحلاله بشعب آخر. كما نعرف أن رواية غسان كنفاني من إن ذا صن تم تمثيلها كفيلم وهو الموجود المخدوعون وممكن تتفرجوا عليه على اليوتيوب وهو طبعا باللغة العربية مع ترجمة اللغة الإنجليزية المخدوعون واللي هي ترجمتها The Dopes. وهنا صورة من الفيلم من خلال بصورها تبين هجرتهم عبر الصحراء Their Journey فيلم Adaptation The Dopes. هذا الصور من الفيلم على الخزان في ظل الحر القارص وفي النهاية غسان كنفاني was assassinated in 1972 by Israel تم اغتياله من قبل إسرائيل because of his revolutionary pen بسبب قلمه الثوري ومقالاته وأدب المقاوم الذي كان يكتبه غسان كنفاني. He represents our immortal memory. غسان كنفاني يمثل ذاكرتنا الخالدة. And his literary writings are witness to what happened to us during and after Nakba. وأعماله الأدبية هي شاهدة على ما حدث لنا كشعب فلسطيني خلال وبعد النكبة. We cannot understand غسان كنفاني without understanding the meaning of Nakba. ولا نستطيع أن نفهم غسان كنفاني وأعماله الأدبية بدون فهم ما معنى النكبة وما معنى ضياع الوطن the loss of homeland and what means to live as a refugee وما معنى أن تعيش حياتك كلها كلاجئ. هيك بنكون أنهينا تحليل رواية غسان كنفاني رجال في الشمس وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.